حيث الخلعه وشحال من حاجه. السلام عليكم، سميتي يونس الصحراوي، كنقرا في المستوى السادس ابتدائي في عمري 11 عام. زوينة غادي نديرو واحد سبيكتاكل حنا الدراري في شهر 3 وواحد المسرحية في شهر 4. كنخدمو انا وخويا واحد السكيتش وهو اللي غادي يكون في داك السبيكتاكل. درنا بعدا واحد السكيتش ديال السويطارات والحمد لله داز مزيان. شاركنا فيه واحد المركز ديال الاطفال المتخلى عنهم. تجربة زوينة، استفدت منها بزاف ديال الحوايج، نحيد الخلعة وشحال من حاجة. كنشكر جمعية كشافة المغرب فرح حميد اللي وفرت لنا المكان والجو فاش نخدمو.